دي رسالة مهمة جدا، يمكن كان من اللي ظهر البيان وفي أول حاجة وزارة الخارجية والقطع تسلمتها وزارة الخارجية. دي بيؤكد حاجتين يا أستاذتنا، بيؤكد أولا أن هذا البلد لن يفرط في جزء من تاريخه مهما يكن هذا الجزء، ودي رسالة لكل، بتقول لكل اللي أنت بتفكر هتهرب أثر، أرجوك فكر ألف مرة لأن هذا الجزء هيرجع، وفكر ألف مرة لأن هذا الجزء هيكلف البلد كتير جدا. قانون الآثار دلوقتي والدستور بيقول إن قضايا الآثار لا تسقط بالتقادم، يعني حضرتك لو اتقبض عليك يعني مهما تهرب هتنفذ الحكم، هتنفذ الحكم. القطعة دي بترجع أهميتها لحاجتين، بترجع أول حاجة إن هي جاية من منطقة مهمة، جاية من منطقة أبيدوس أو أبيدوس، وأبيدوس هي مكان الحج بالنسبة للمصريين القدماء، يعني دي كان في مكان كده زي القدس أو الكعبة بالنسبة للمسلمين أو المسيحيين، وبالتالي القدس منطقة أبيدوس دي كانت منطقة مهمة جدا. تاني حاجة إن هي جاية من معبد مهم وهي جزء من تمثال جماعي للملك رمسيس الثاني، وحضرتك عارفة إن الملك رمسيس الثاني بيعتبر من أهم الملوك المصريين، كده بيسموه سيد البنائين وإمام العاشقين. هذا الملك اللي هو طبعا أهم وأشهر معه، وطبعا كل مصر فيها أثار ومفيش متحف في الدنيا لما له أثار على هذا الرجل، يكفي فخرا إن مسلته بتزين ميدان أو بتزين ميدان في باريس اللي هو قدام متحف اللوفر، وطبعا المعبد بتاعه الأشهر الأهم هو معبد أبو سمبل اللي بتحصل فيه الظاهرة الفلكية اللي احنا كل سنة بنتابعها. وبالتالي هذه الرأس هي جزء من تمثال جماعي كان بيمثل الملك من حجر الجرانيت، واقف مجموعة مجموعة من المعبودات. سرق هذا التمثال من سلاسل يعني من حوالي 30 سنة، اتسرق ازاي؟ لسه ما طبعا النيابه والامن العام هيتكلم في الموضوع ازاي حصل. والمشكله دي استاذتنا ان هم دلوقتي بياخدوا هذه القطع ويقعدوها عشرات السنوات ويوضعوا اكتر من بلد، يعني هذه القطع راحت لقوا ان هي خرجت لفت 10 بلاد، بحيث زي بيقولوا كده يتوهم الموضوع او يغاروا الاوراق ويبداوا يعملوا تسجيل المستندات. ولولا حضرتك ان هذه القطعه كانت مسجله في مصر احنا كان عندنا مشكله، لان القانون الدولي الظالم بيقول ان دلوقتي لو ظهر اي قطعه في اي معرض لابد البينه على من ادعى، يقول لك انت كطالبه بالحق يقول لك قدمي مستنداتك، للرغم ان احنا ما فيش ملك في الدنيا رمسيس الثاني غير هو رمسيس الثاني المصري، وما فيش معبد ابيدوس غير في مصر، ولكن القانون الظالم الدولي لازم تكون مسجله في مصر. المافيا الدولية بتلعب على الفكرة دي انها بيوديها اكتر من بلد، وفي نفس الوقت ان ما يكونش لها اوراق مسجلة. فالمشكلة ان هي لازم تكون مسجلة عند حضرتك من معبد او من متحف عشان تقدر تستردي، في مع ذلك بتبقى عندنا مشكلة في هذا الاطار. انما القطعة هي قطعة مهمة لان الملك مهم وخارجة منطقة مهمة وباقي التمثال موجود في المعبد حتى الان. يعني عايزين نتكلم على مصير بقى القطعة بعد أن تم استردادها، هل هيكون في عرض ليها أم لسه بتمر بمراحل معينة وبعد كده بتحصل عملية العرض؟ الأول إن عارفة حضرتك إن هي متاخدة مكسورة لأن اللي باين جزء الرأس فقط، ولو حضرتك بصيتي على الصورة اللي عند حضرتك هتلاقي الرأس بتاعت الملك من الجرانيت. أولا هنلاقي لابس لباس اسمه النمس وده بيسموه غطاء الرأس، وفوق عجبين وحية الكوبرا، وفي جزء من التاج اللي موجود فيه، وفي جزء من الخرطوش بتاعه اللي هو راعي ميسس او موجود جزء من ميسس فقط لا غير. بعد كده بتروح الصيانه، بيعمل لها عمليه صيانه وتقويه لانها طبعا بقى لها عشرات السنوات بره، ثم بعد كده هيقرر يا اما توضع في المخازن او ممكن يرجعوها الى الجزء بتاعها الجزء الاصلي اللي هو موجود في داخل المعبد او بيت تمثال، بحيث يتم عرضها عرضها كامله على الجمهور في داخل المعبد بتاعها. فدي بعد طياد الصيانه والوقائيه بتاعتها هيبداوا يشوفوا ماذا سيحدث معها، هل هتعرض في احد المتاحف او ان هي ترجع للاصل، ولكن طبعا انا برجح ان هي ترجع للجزء بتاعها، وعندنا مرممين شاطرين جدا يستطيعهم ارجاعها. ولكن كل ده طبعا بيأتي في اطار يعني رساله مهمه للعالم ان البلد دي، يمكن انا اتصلت بحضرتك اكثر مره في نفس البرنامج، احنا صحيح. كل اسبوعين ثلاثه، ويكفي ان احنا من 7 سنين اللي فاتوا من ضمن انجازات الدوله وزاره الاثار، مش بس الوزاره، ان احنا عندنا وزاره الخارجيه، عندنا الامن العام، رجعنا 29300 قطعه. انا اقول لحضرتك رقم كبير الرقم جدا، 29 داخلين على 30000 قطعه غير طبعا القطع اللي احنا استردناها السنه دي في 24، وبالتالي دي دليل ان هذا البلد مصمم على ارجاع تاريخه واثاره، وبيقول كل اللي تسوي لنفسه فكر ألف مرة.